بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الذي أنعم علينا بالإيمان وهدانا إلى دين الإسلام، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، على كل حال جزيلا جميلا دائما بدوام ملك الله، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ربي يسر ولا تعسر، ربي زدنا علما وحلما وفهما وعقلا وادبا، ربي تمم بالخير والسعادة، والله ولي التوفيق ومنه التحقيق وبه التصديق. إنما الأعمال بالنيات والعاقبة للمتقين. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعم. ثم باب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما المراد بالعيش؟ العيش يعني الحياة، وكذلك الطعام، عيش يعني الطعام، وما يعاش به. هكذا نقل ابن حجر رحمه الله عن القاموس. ثم هنا بهذا العنوان بابان في هذا الكتاب، في كتاب الشمائل المحمدية، بابان، وهذا الباب التاسع، وكذلك سيأتي باب في أواخر الكتاب بنفس العنوان، باب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذاك الباب الثاني والخمسين. إذن باب التاسع كذلك باب الثاني والخمسين، كلاهما بعنوان واحد، باب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن بعض أنكر لأجل هذا على الإمام الترمذي رحمه الله، لكن ابن حجر الهيثمي رحمه الله ذكر، ويأتي أواخر الكتاب هذا الباب بزيادات أخرى، وسيأتي ثم بيان حكمة ذلك مع الرد على من نبذ لذلك ما لا يجدي. يعني وهنا وهناك، العيش ليس بمعنى واحد، هنا باب ما جاء في عيش، وهناك أيضا ليس العيش في البابين بمعنى واحد بل بمعنيين، فلا تكرار فيه. نعم. ولا إنكار عليه. ثم أيضا ذكر هنا في هذا الباب، ذكره المصنف في هذا الباب المعقود لبيان صفة حياته وما اشتملت عليه من الفقر والضيق بالغالب. وأما الباب التي بعد أبواب فهو لبيان أنواع المأكولات التي كان صلى الله عليه وسلم
يتناولها تارة ويتركها أخرى، فالمقصود من البابين مختلف. نعم، فإذا العيش يراد به هنا في هذا الباب حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني صفة حياته. كيف كان صفة حياته؟ يعني كان صفة حياته الفقر والضيق غالبا، بالغالب. الباب اللاتي هناك العيش العيش بمعنى الطعام، في الباب اللاتي العيش بمعنى الطعام. فإذا هناك بيان أنواع المأكولات التي كان يتناولها صلى الله عليه وسلم تارة ويتركها أخرى، يعني لا يداوم على طعام. وهناك يعني في ذلك الباب في آخر الكتاب كتب ابن حجر رحمه الله، ويصح أن يوجد التكرار أيضا بأنه مر أن العيش له ثلاث إطلاقات، منها الحياة وهي المرادة ثم، من حيث بيان أن مدة حياته كان قد يتناول منه مستمر الفقر، فقر نعم، مستمر كان صلى الله عليه وسلم مستمرا لفقر، هكذا كان مدة حياته. ومنها الطعام الذي يعاش به وهو المراد هنا، من حيث بيان أنه كان قد يتناول منه لذيذا أو خشنا، وقد يشبع وقد لا يشبع، وقد لا يجد منه شيئا إلا أن يشد الحجر على بطنه. نعم، هذا كان بالنسبة إلى الطعام، يتناول منه لذيذا أو خشنا، كذلك مرة يشبع مرة لا يشبع، في بعض الأحيان لا يجد شيئا، فماذا يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يشد الحجر على بطنه. نعم، فإذا بابان مختلفان فلا تكرار. نعم، ثم وبالسند المتصل إلى الإمام الحافظ الحجة أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمة الله عليه ورحمنا معه، قال حدثنا قتيبة بن سعيد رضي الله عنه قال حدثنا حماد بن زيد رضي الله عنه أن أيوب رضي الله عنه أن محمد بن سيرين رضي الله عنه قال كنا عند أبي هريرة رضي الله عنه عليه ثوبان ممشقان من كتان، فتمخطا في أحدهما، فقال أبو هريرة رضي الله عنه بخ بخ، يتمخط أبو هريرة في الكتان، لقد رأيتني وإني لآخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجرة عائشة رضي الله عنها مغشيا علي، فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي يرى أن بي جنونا وما بي جنون وما هو إلا الجوع. كنا عند أبي هريرة رضي الله عنه، من يقول هذا؟ محمد بن السيرين، هو تابعي جليل. نعم، ثم السيرين هو مولى أنس رضي الله عنه، هذا محمد بن سيرين، أبوه سيرين كان مولى أنس، كاتبه على 20,000 فأداها وعتقه، وكان له 6 أولاد كلهم نجباء محدثون، يعني 4 منهم ذكور، 2 يعني بنتان، كلهم 6 كلهم نجباء ومحدثون، الرجال والنساء كلهم. هذا حل وافر لسيرين رضي الله عنه. ثم فإذا كنا عند أبي هريرة رضي الله عنه عليه ثوبان ممشقان من كتان، ممشقان يعني مسبوغان بالمشق، هو المغرة، يعني هذا سبغ سبغ به هذان الثوبان،
ثم هذا في الكتان، يعني من كتان ثوباني، قماشه يعني كتان، مصنوع من كتان، منسوج من كتان. فتمخت في أحدهما، لماذا تمخت؟ إما احتاج إلى التمخت أو ازدراء بهذا الثوب، ثوب الكتان. فقال أبو هريرة تمخت هو يعني في أحدهما، ثم ماذا فعل؟ هو قال بخ بخ، ونفسه قال بخ بخ، ما كان روايات مختلفة ببخ. لماذا تمخت؟ قال محمود سامي بك في مختصري، إما استهزاء لزهوهما وإما لحاجته للتمخت، ما احتاج إلى التمخت تمخت في ذيل ثوبه، هكذا مشروع. نعم، لو لم يجد مكان للتمخت في الأرض ويتمخت في ذيل ثوبه، ثم يهلك هذا المخاط، ثم بعد ذلك يغسل حسب الوسعة. نعم، إما هكذا أو استهزاء لزهوهما، هذا سياق الحديث يقتضي هذا المعنى، أن تمخت استهزاء ازدراء استخفافا بشأن هذا الثوب من الكتان. ثم قال هو نفسه بخ بخ. في بخ بخ روايات مختلفة بإسكان آخره وكسره، بخ بخ أو باخي باخي بدون التنوين، ثم باخن بخ هذا ثالث، باخن باخن منبنين وتشديد آخرهما، باخن بخن باخن بخن. هذا يستعمل لمعان مختلفة، يعني هذا الكلام يستعمل، كلمة تقال عند تعليم الإنسان لشيء أو عند تعجبه منه أو إعجابه به، وعند المدح والرضا بالشيء، وتكرر للمبالغة، هكذا لمعانه، إما تعليم الإنسان لشيء أو عند تعجبه منه، عند تعجبه من شيء، هذا معنى يعني الثاني يلزم الأول. ماذا؟ عند التعجب لأجل تعليمه لذلك شيء يتعجب، أو إعجابه به وفي نفسه يعجب به، ثم وعند المدح والرضا بالشيء، ثم هذا تكرار للمبالغة. إذن ماذا أراد هنا؟ وهي للتفخيم الأمر وتعليمه في الخير، وقد تستعمل للإنكار في صحته. هنا نظر، هنا ليس للإنكار هكذا قال، بل هو هذا للتعجب، يعني هو يتعجب أو يعلم أمر تمخته في هذا الثوب من الكتان. فتمخت في هذا الثوب، ثوب من الكتان يعني ثوب غالي، ثوب جيد، فيه زهو جمال فخر هكذا. فإذن التمخت فيه يقتضي يعني تعليم هذا الفعل، علم هذا الفعل، هذا شيء عليم، هذا التمخت. ثم قال يعني كأنه يبين معنى هذا التعليم، يتمخت أبو هريرة في الكتان، يتمخت أبو هريرة، ماذا يفعل؟ ويتمخت في الكتان عبر عن نفسه، نعم لقد رأيتني. ثم بعد ذلك بيّن أبو هريرة حاله في الزمن الماضي، كيف كان؟ ما كان عنده ثوب أصلا، وكان في أقصى الجوع حتى لا يجد، يعني لا يجد شيئا لإهداء جوعه، حتى يعني يقع مغشيا عليه، يخر مغشيا عليه،
وعلى هذه الحالة مضى أبو هريرة، ثم في هذه الحالة عنده ثوبان ممشقان من الكتان، ثم بعد ذلك وتمخت في أحدهما. هذا فعل عليم. نعم، هذا الذي يقول: لقد رأيتني وإني لا أخر، يعني أسقط فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجرة عائشة رضي الله عنها موصيا عليه. نعم، يعني كأنه ينتظر شيئا من حجرة عائشة، الناس يهدون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هداياهم كثيرا غالبا حينما يكون في بيت عائشة رضي الله عنها. لماذا؟ لأن الناس يعلمون حب رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة، لأجل ذلك هم كانوا يراعون، نعم يراعون هذه المحبة ويهدون إليه حينما يكون في بيتها. فإذا هي أيضا تجد حلا من هذه الهدية. إذن هذا أبو هريرة ينتظر يعني شيئا مما أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطعام، من التمر أو من اللبن، هكذا ذلك هو ينتظر هناك. فإذا يوصى عليه آخر فيما بينه منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهجرة عائشة رضي الله عنها مغصيا علي، فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقه، يرى النبي جنونا وما بجنون. لماذا يضع يعني رجله على عنقه؟ هذا كان عادتهم بالجنون، هكذا كانوا يفعلون، أي تلك كانت عادتهم بالمجنون حتى يفيق، هكذا يعني يضربون بأرجلهم عنق المجنون حتى يفيق. فإذا كان هذا علاج عادي عند العرب، نعم فعل به هذا العلاج هذا. لكن وما بي جنون، وما هو إلا الجوع، بشدة الجوع يوصى عليه. هذا ليس واحد أبو هريرة فقط، في ذلك الزمان كان كثير من الصحابة على هذه الحالة، أهل الصفا غالبهم هكذا يوصى عليه، يعني هم لا يستطيعون القيام، ثم هم كانوا يقومون ل صلاة الفريضة فقط، لكن لا يستطيعون أن يتموا الفرائض قائمين، بل أثناء الصلاة بعض يجلس وبعض يغشى عليه، هكذا كان حالتهم. بين الإمام أبو نعيم الإصفهاني رحمه الله في كتابه حلية الأولياء نعم حالة الصحابة كثيرا. نعم، هذا الحديث أتى به في هذا الباب، في باب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هنا أبو هريرة بين حاله، لم يبين شيئا من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفة حياته. إذا ما المناسبة؟ ابن حجر رحمه الله بين: ولدلالة هذا الحديث على ضيق عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث يدل على ضيق عيشه، ضيق في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف يدل على ضيق حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذ لو كان عنده شيء لما حصل لأبي هريرة ذلك. نعم، لو كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء من الطعام لا يحصل لأبي هريرة رضي الله عنه هذه الحالة، حصل له هذه الحالة. لماذا؟ لأنه لم يجد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء من الطعام، فهذا يدل على صفة حياته، يعني غالب أحواله الفقر، نعم استمرار الفقر. نعم، إبراهيم الباجوري رحمه الله يذكر: وإنما ذكر هذا الحديث في باب عيشه صلى الله عليه وسلم لأنه دل على ضيق عيشه صلى الله عليه وسلم بواسطة أن كمال كرمه ورأفته يوجب أنه لو كان عنده شيء لما ترك أبا هريرة جائعا حتى وصل به الحال إلى سقوطه عند شدة الجوع. وقد جمع الله لحبيبه صلى الله عليه وسلم بين مقامي الفقير الصابر والغني الشاكر، فجعله غنيا شاكرا بعد أن كان فقيرا صابرا. في أول حياته كان فقيرا صابرا، ثم أخيرا
يعني بعد فتح خيبر صار غنيا شاكرا، فكان سيد الفقراء الصابرين والأغنياء الشاكرين. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الفقراء الصابرين. الفقر يعني صفة محمودة، لكن لو صبر، لو لم يصبر الفقير، فهذا ليس بخير ولا محمود. ولا كذلك سيد الأغنياء الشاكرين. نعم، الغنى حسن، لكن لو شكر فقط، لأنه أصبر الخلق في مواطن الصبر وأشكر الخلق في مواطن الشكر. وبذلك علم أنه لا حجة في هذا الحديث لمن فضل الفقر على الغنى. نعم، كلاهما محمودان، لكن بهذا القيد: الفقر مع الصبر، الغنى مع الشكر. نعم. ثم وبه قال: حدثنا قتيبة رضي الله عنه قال: حدثنا جعفر بن سليمان اللبعي رضي الله عنه عن مالك بن دينار رضي الله عنه قال: ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز قط ولا لحم إلا على لفف. إلا على لفف. ما معنى اللفف؟ اللفف يعني الأكل مع الناس مع قلة الطعام وكثرة الأكلة. اللفف يعني قلة المأكول الطعام، كثرة الأكلة. فإذا لماذا يشبع؟ ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز قط ولا لحم إلا على لفف، يعني عندما يأكل مع الناس مع الضيوف يشبع. لماذا؟ للإناس والمجابرة، هذا المضيف يونس الضيف، يعني لو اكتفى أو نعم لو قام المضيف أولا وفرغ من تناول الطعام أولا، فالضيف يستحي بعده أن يتناول، ممكن هو يحتاج إلى الطعام. لذلك من آداب المضيف أن يبقى ويطول الأكل حتى يفرغ الضيوف من الأكل. فإذا هكذا كان لأجلهم فقط، ليس لأجل نفسه. اللفف أصله الضيق والشدة، وأراد به هنا لازمها، وهو أنه صلى الله عليه وسلم لم يأكل خبزا ولحما وحده بل مع الناس. نعم، يأكل مع الناس، فإذن يأكل يعني هكذا لأجل الناس يأكل ويشبع. أصل معنى الشبع هذا اللفف، هذا قلة الطعام كثرة الأكلة هكذا. ما هذا الشبع؟ يعني شبع شرعي، ليس شبع يعني عادي شبع الناس، لا، شبع يعني شبع شرعي، هو يعني أن يأكل ثلثي البطن فقط ويترك ثلث البطن، ثلث البطن للطعام وثلث للماء وثلث خالي، هذا هو. بعض فسر الشبع الشرعية بما يقيم الصلبة، هكذا ذكر بعض العلماء، لكن هذا ليس براجح، بل ثلث البطن هو الشبع، هذا هو الشبع المذكور في هذا الحديث. نعم. ثم سئل وقال أبو عيسى رحمه الله وأبو إسحاق لا وقال إسرائيل قال مالك بن دينار: سألت رجلا من أهل البادية ما اللفف،
فإذا هذا راوي الحديث مالك بن دينار هو استفسر أن معنا استعلم أن معنا لفف، إذن سأل رجلا من أهل البادية. لماذا سأل رجلا من أهل البادية؟ أهل البادية هم الذين يعلمون يعني معان المفردات اللغة العربية بدون يعني اختلاط ولا تغيير هكذا، لذلك هو سأل لأنهم عرفوا باللغات. سأل ما اللفف؟ قال أن يتناول مع الناس. ذلك الرجل قال أن يتناول مع الناس، أي أن يأكل مع الناس الذين ينزلون به من الضيفان. نعم، عندئذ يشبع وإلا ما شبع. لكن هذا أصل معنى اللفف قلة الطعام كثرة الأكلة الشدة والضيق هكذا. هذا مالك بن دينار كان من علماء البصرة وزهادها، وثقه النسائي وابن حبان، خرج له الأربعة والبخاري في تاريخه وهو من التابعين، فالحديث مرسل. لكن هذا الحديث مرسل لأنه سقط منه الصحابي، وقيل وقال ميرك بل معلل، لأن مالك بن دينار وإن كان تابعيا لكنه روى هذا الحديث عن الحسن البصري وهو تابعي أيضا. فإذا هناك سقوط تابعي وصحابي، لذلك ليس مرسل بل هو معلل. نعم. ثم باب آخر، باب ما جاء في خف رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في خف رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخف كما تعلمون يعني ما يلبس، هو معروف ما يلبس في القدم. نعم، جمعه خفاف. إبراهيم الباجوري يقول وذكر بعض أهل السير أنه كان له صلى الله عليه وسلم عدة خفاف، منها أربعة أزواج أصابها من خيبر، وقد عد في معجزاته صلى الله عليه وسلم ما رواه الطبراني في الأوسط عن الحبري، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة أبعد المشي فانطلق ذات يوم لحاجته، ثم تولى ولبس خفه، فجاء طائر النخلر فأخذ الخف الآخر فارتفع به ثم ألقاه، فخرج منه أسود صالح، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه كرامة أكرمني الله بها، اللهم إني أعوذ بك من شر من يمشي على بطنه، ومن شر من يمشي على رجليه، ومن شر من يمشي على أربع. نعم، فإذا كان في الخف الثاني هكذا أسود صالح، يعني شيء من الحيات. نعم. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخفيه فلبس أحدهما، ثم جاء غراب فاحتمل الأخرى فرمي به فرمى به، فخرجت منه حية، فقال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس خفيه حتى ينفلهما. هذا من المشروعات، حتى ينفلهما. نعم، ينفض الخفين هكذا يعني معجزة. ثم باب ما جاء في خف رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله. وبه قال حدثنا هناد بن السري رضي الله عنه قال حدثنا وكيع رضي الله عنه عن دلهم بن صالح
رضي الله عنه عن دلهم بن صالح رضي الله عنه عن حجير بن عبد الله رضي الله عنه عن ابن بريدة رضي الله عنه عن أبيه أن النجاشي أن النجاشي عهد للنبي صلى الله عليه وسلم خفين أسودين ساذجين فلبسهما ثم تولأ ومسح عليهما. هكذا النجاشي هكذا بتشديد الياء وتخفيف الياء النجاشي. نعم كذلك بكسر أوله وفتحه النجاشية النجاشية. نعم كذلك والتشديد هذا مع ذلك والأول فيهما أصح يعني نجاشية كسر النون تخفيف الياء اسمه أصحمت ملك الحبشة توفي سنة 90 فأخبرهم بموته يومه وخرج بهم فصلى وصلوا معه وصلوا معه عليه. نعم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصحابة إلى المصلى فصلى عليه صلاة جنازة غائبا وصلى الصحابة معه. نعم هو عهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم خفين ذا أسودين ساذجين. ما معنى ساذجين؟ يعني مفتوحين هكذا معناه أو لا تشبيه فيهما يخالف لونهما أو لا شعر عليهما هكذا معاني يعني أسود خالص تمام لا يعني ليس عليه خطوط كذا كذا أو لا شعر عليهما. نعم فلبسهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فلبسهما هذا كلمة الفاء تفيد التعقيب لكن يحتمل الفاء لمجرد التفريع ويقول ابن حجر رحمه الله يحتمل أن الفاء لمجرد التفريع أي لبسهما عقب وصولهما إليه وحينئذ فيؤخذ منه فلبسهما يعني على معنى الفاء لبسهما عقب وصولهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون تأخير فحينئذ فيؤخذ منه أن الأولى للمهدى إليه بما أهدي لأجله وهو ظاهر كان فيه تآلف أو نحوه وإلا فلا معنى له. في نسخته يظهر بعض الأخطاء. نعم ثم فينبغي للمهدى إليه نعم إبراهيم الباجوري رحمه الله يقول التعبير بالفاء التي للتعقيب يفيد أن اللبس بلا تراخي فينبغي للمهدى إليه التصرف في الهدية عقب وصولها بما أهديت لأجله إظهارا لقبولها وإشارة إلى تواصل المحبة بينه وبين المهدي. نعم ويؤخذ من الحديث أنه ينبغي قبول الهدية حتى من أهل الكتاب فإنه كان وقت الإهداء كافرا كما قاله ابن العربي ونقله عنه الزين العراقي وأقره نجاشي. نعم كان من كان كافرا لذلك أن يطلب ينبغي قبول هدية أهل الكتاب إذن لا بأس. نعم على كل حال هذا التصرف الهدية عقب وصولها هذا مطلوب. نعم ثم تولأ ومسح عليهما مسح عليهما يعني بعد كمال وضوئه كما دلت عليه الروايات صحيحة. نعم ف
ثم حديث آخر وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد رضي الله عنه قال حدثنا يحيى بن زكريا ابن أبي زايدة رضي الله عنه عن الحسن ابن عياش رضي الله عنه عن أبي إسحاق رضي الله عنه عن الشعبي رضي الله عنه قال قال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عهد دحية للنبي صلى الله عليه وسلم خفين فلبسهما. هذه هدية أخرى. من عهداهما له هذا دحية الكلب رضي الله عنه. دحية يعني على صورته يحضر جبريل عليه السلام عند رسول الله صلى الله عليه وسلم غالبا. لماذا؟ كان أجمل، صورته جميلة جدا. ثم فإذا لبسهما وقال إسرائيل عن جابر رضي الله عنه عن عامر رضي الله عنه ماذا قال؟ وجبة فلبسهما حتى تخرق لا يدري النبي صلى الله عليه وسلم أذكيهما أم لا. نعم. فإذا هذه رواية أخرى ثانية، هذا رواية إسرائيل، هذا من كلام المصنف قال إسرائيل. فإن كان من عند نفسه فهو معلق. لماذا؟ لأنه لم يدرك إسرائيل عليه السلام، إسرائيل رضي الله عنه. وإن كان من شيخه قتيبة فهو غير معلق. يعني وقال إسرائيل، هذا قول من هو قائل وقال إسرائيل؟ إما يكون الإمام الترمذي فالحديث معلق، أو شيخه قتيبة فالحديث غير معلق بل موصول. نعم. عامر هو عامر الشعبي، الشعبي مضى في الحديث الماضي، يعني شيخ أبي إسحاق. نعم. عن جابر عن عامر، عامر الشعبي. ثم وجبة، هو قال وجبة، هذا عاتف على قوله خفيني، عهدا دحية للنبي صلى الله عليه وسلم خفيني وجبة. فإذا في رواية إسرائيل هذه الزيادة وجبة، ثم بعده فلبسهما هكذا، ثم بعده أيضا زيادة حتى تخرقا لا يدري النبي صلى الله عليه وسلم أذكيهما أم لا. أذكي لبسهما. فإذا حسب رواية إسرائيل ضمير التثنية من قوله فلبسهما يرجع إلى ما؟ إلى الخفين والجبة. إلى الخفين والجبة. ثم أذكي هما، إذن هما فاعل ذكي. نعم. هذا ذكاء، هل فعل بهما ذكاء شرعية؟ يعني هل ذبح ذبحا شرعيا؟ أنا هو هذا الخف، هل هو مصنوع من جلد مذبوح، جلد حيوان مذبوح، صنع من جلد حيوان مذبوح أم لا؟ يعني ما استفسر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا خف مصنوع من الجلد. نعم. فإذا الأصل الطهارة لأجل ذلك، وكذلك الغالب ماذا؟ الذكاء. نعم. وكذلك لا يجب اجتناب شيء حتى يتحقق نجاسته، وهنا لم يتحقق بل احتمال فقط. ثم هذا لبسهما حتى تخرقا،
إلى متى لبس حتى تخرق، حتى أن يقع فيه خرق، خرق يعني قدم وصار فيه خرق. هنا كتب إبراهيم الباجوري رحمه الله: ويؤخذ من كونه صلى الله عليه وسلم لبس الخفين حتى تخرقا أنه يطلب استعمال الثياب، ليس الخف فقط بل الجبة أيضا، ضمير يرجع إليهما. يطلب استعمال الثياب حتى تتخرق، كل ثوب يستعمل إلى أن يتخرق. نعم، هذا هو المطلوب، لأن ذلك من التواضع. إلى هذا الحد لبس ثوب ومن خصال التواضع. وقد ورد ثم تأييدا له يذكر حديثا، وقد ورد في حديث عند المؤلف الجامع يعني في جامع الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها: لا تستخلفي ثوبا حتى ترقعيه، رقع حتى ترقعيه يعني تلع فيه ركعة ركعة، أولا يخترق فإذا يوضع هناك ركعة. نعم، بعد ذلك تستخلف ثوبا يعني تأخذ ثوبا جديدا، هكذا أمرنا. الله، ثم بعده باب آخر. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.